عقدت اليوم جلسة بعنوان فرص الاستثمار في مصر وكيفية تحفيزها، وذلك في إطار جلسات مؤتمر مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية المقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي وبمشاركة 65 من المستثمرين المصريين بالخارج. هذا وناقشت الجلسة الفرص الاستثمارية الواعدة في مصر، لا سيما المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، كما أبدى المشاركون في الجلسة رؤيتهم حول المشاريع الاستثمارية الجاري العمل بها وكيفية جذب المستثمرين وأهمية التكامل بين القطاع الخاص والعام لتحقيق التنمية. الإنجازات اللي تمت في خلال ال5 سنين اللي فاتوا إنجازات غير مسبوقة، وفي مقدمتها اللي حضرتك تفضلت وأشرت إليها الإصلاحات في البنية الأساسية والإصلاح الاقتصادي وقانون الاستثمار والمشاريع الجديدة زي المدن الجديدة و1.5 مليون فدان منطقة قناة السويس وقناة السويس الجديدة، يعني مش هقدر أعدد كل اللي اتقال، إنما كل ده أنا بعتبره دعوة لإقامة صناعة كبيرة في مصر. كل ده بيمهد لإقامة صناعة. الصناعة هي الأساس في نهضة أي دولة زي مصر كده، عايزة تقفز وعايزة تحقق مستوى عالمي كبير. أقدر أقول أنه حصل تطوير رائع في تنفيذ البنية التحتية للمنطقة الاقتصادية. المنطقة الاقتصادية زي ما حضراتكم عارفين مساحتها 460 كيلومتر مربع، بتضم 6 مواني و4 مناطق صناعية. أعمال تطوير البنية التحتية في كافة المناطق وفي كافة المواني الحقيقة تطورت من سنة 2015 إلى 2019 بشكل رائع.